أهلا بكم معنا إلى نشرة المساء لهذه الليلة، ونبدأها بالعناوين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بعد سنوات من التخفي، سيف الإسلام القذافي يعود للواجهة ويترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا. تظاهرات ضد استمرار التدابير الاستثنائية في تونس، واتحاد الشغل يرفض عودة البرلمان المجمد. ومن مواضيعنا الأخرى في هذه النشرة، في أول اجتماع له، مجلس السيادة الجديد في السودان يتعهد بحكم أفضل وحكومة مدنية خلال أيام. وفي خطوة مفاجئة، روسيا ترسخ نفوذها شمال سوريا بنشر منظومة الدفاع الجوي S-300 وتستقدم تعزيزات. أهلا بكم. بعد 5 سنوات في السجن و5 سنوات في التخفي في مكان مجهول، ظهر سيف الإسلام القذافي ليعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا. سيف الإسلام ظهر بشكل لافت من حيث المظهر، إذ تعمد ارتداء العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام، وكان إلى جانبه محامي خالد الزائدي. كما لفت إعلان ترشحه من مدينة سبها معقل قبيلة القذافة، حيث تتمتع عائلة القذافي بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية. وأكد محامي سيف الإسلام أن مفوضية الانتخابات قبلت طلبه، مضيفا أنه لا يتوقع أي طعن في ترشح القذافي. من متى كانت القرارات الضمنية المطالبة للتحقيق هي حكم بالإدانة النهائي؟ هذه مسألة ضمنية تحتمل الأمرين، فبالتالي هناك يعني مبدأ معروف وهو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهناك واقعة جديدة المطالبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لا تعيق حق الدكتور سيف الإسلام القذافي في الترشح، لأن الذي يحكم هذه المسألة هو القانون الليبي، قانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس والرئيس الاختصاصي، ولم نجد من بين هذه المواد التي انت حضرتك ذكرتها المطالبة الضمنية من قبل الجناية الدولية. حاملا لواء عودة أسرته إلى سدة الحكم وبزي يشبه ذلك الذي كان يرتديه والده، أعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية. ترشح أربك الوسط السياسي الليبي أكثر من تلك اللحظة التي ظهر فيها بعد غياب دام سنوات. إحدى جوانب المفاجأة في ظهور وترشح سيف الإسلام أنه جاء عكس ما نشر من أخبار قبل أيام من أنه سيعقد في إحدى الدول المجاورة مؤتمرا صحفيا وسيعلن فيه عن دعمه لأحد المرشحين الرئاسيين دون ذكر موقع البلد أو اسم المرشح. المفوضية العليا للانتخابات الليبية وافقت على ترشح سيف الإسلام وأكدت أن لا عوائق أمام ترشح نجل القذافي، مشيرة إلى أنه لم يصل إلى المفوضية أي أمر يمنع ترشحه للانتخابات، خصوصا من المحكمة العليا التي أشرفت على جلسات محاكمته سابقا قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه. نجل القذافي الذي أصر على الظهور بزي مشابه لزي والده كما تشاهدون في هذه الصورة يواجه أمرا قد يؤثر على ترشحه وربما على مستقبله السياسي، ألا وهو ملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية التي تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته بناء على المذكرة الصادرة في حقه منذ عام 2011. عودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي الليبي في حلة جديدة وغريبة جاءت بعد تراكم المؤشرات على عودته في الأشهر السابقة، عودة بدت وكأنه مخطط لها بدقة، خصوصا مع دأب المقربين منه طوال الأشهر الماضية على تسريب أخبار عودته للعمل السياسي وتواجده في ليبيا. نجل قذافي الغامض اعتقل مع مرافقيه في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري غربية سبها في نوفمبر عام 2011، وفي يونيو عام 2017 أعلنت ما تسمى بكتيبة أبو بكر الصديق إطلاق سراحه ومغادرته مدينة الزنتان. بعد دراسته الهندسة المعمارية في طرابلس وإدارة الأعمال بفيينا وحصوله على شهادة في الاقتصاد من لندن، لم يخرج سيف الإسلام القذافي من عباءة أبيه الراحل.
الابن يعود إلى جلباب أبيه، يرى بعينه ويتحدث بلسانه بعد عقد من الغياب والاختفاء. وكأن الزمن توقف لعشر سنوات، وكأن الليبيين يعودون إلى الوراء 11 عاماً قبل الثورة والرحيل والمحاكمة والاقتتال وأشياء أخرى كثيرة. الشاب العصري وقتها قارب 50 من عمره الآن. مظهره الأوروبي وخطابه الغربي مع العالم تبدلا، وعاد هو إلى زي الصحراء ويخاطب أبناء شعبه بلغتهم الليبية البحتة، عندما قرر ترشيح نفسه للانتخابات الليبية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الذي يريد العزة والكرامة والمجد يخرج من بيوتكم، اخرجوا من بيوتكم. البطاقة الانتخابية. من سبها أعلن الترشح ليكون رئيسا محتملا للليبيين بكلمات مقتضبة وجملة أو اثنتين قصيرتين، على خلاف خطابات والده المتناقضة التي كانت إما جملة أو حديثا بلا بداية ولا نهاية. سيف الإسلام اختصر سنوات الاقتتال ولم يخط فيها، وتجاهل الاعتراف بأي محاكمات تنتظره. قرر الخروج من مخبئه المجهول، لكنه لم يكشف بعد عن برنامجه الانتخابي وسط حالة يأس يعيشها الليبيون بين نظام سابق ثار عليه ونظام حالي مشتت الأفكار والأوراق. سماح سيد، العربية. من القاهرة ينضم إلينا أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبي. أهلا بك معنا سيد أحمد، ودعني أبدأ معك بالسؤال: إذا ما كان خارج سبها يوجد قاعدة شعبية حقيقية لسيف الإسلام القذافي؟ مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين في هذا المساء. أولا نتحفظ على التقرير الذي يقول أن حكم عائلة أو إلى هذا القبيل لم يكن في ليبيا إلى أن صعدت ثورة الفاتح. حكم عائلة كان حكم سلطة الشعب، لم يكن حكم عائلي. ولا تجدي في كل وزارات ليبيا ومسؤولينها وأي موظف أي مسؤول من عائلة القذافي إلا بنسبة أقل من أي عائلة أخرى أو نسبة أو قبيلة أخرى. الجانب الآخر، اليوم لا يقارن بالأمس. اليوم يوم جديد عندما نتحدث عن ليبيا وعن ما يحدث. ليبيا ليست ليبيا الأمس، ولا العالم عالم الأمس، ولا سيف اليوم هو معمر قذافي بالأمس. أن يأتي سيف الإسلام تحت ضغوط شعبية عارمة وقبائل كثيرة زارت معقل قبيلة قذافي في سرت وزارته هو في مكانه، تحث على أن يترشح للانتخابات بعد هذه العشر العجاف ومعاناة الليبيين القاسية، كان أمرا طبيعيا، لأنهم الناس قد تحن الآن للخبز والكرامة والكبرياء في عهد ثورة الفاتح المستمرة العظيمة. اختفت هذه كلها وأصبحت ليبيا دولة ذليلة تابعة بعد أن كانت حرة عزيزة. ولذلك إذن أنت تقول سيد قذاف الدم بأنه عنده قاعدة شعبية في ليبيا كلها وليس فقط في معقل القذافة، في سرت وسبها وغيرها. طبيعي، وهذا المحك الذي دخلنا إليه السلمي هو التحدي الذي قبل الرهان به سيف الإسلام وأنصاره، وهذا هو الذي اليوم صحيح قانونيا في ناس عم تتساءل إذا كان قانونيا يحق له الترشح ولا لا، بعد ما كان في عليه محاكمات ولكنه برئ منها، وهو شخص ما زال مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. هذا أمر ليبي داخلي، شأن داخلي لا علاقة له بالخارج. الخارج هذا أو الجنائية هي التي جاءت في 2011 بأساطيل حلف أطلسي ونصبت هذا الوضع الذي وصلتنا إلى هذا الوضع اللي نحن فيه، وبالتالي لا احترام لها ولا احترام لشرعيتها، ودول كثير لا تعترف بها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا أمر يخص الليبيين،
والأمر يعود للليبيين إذا ما قرروا، ثم ليس هو الأول الذي يعدى على الجنية الدولية. كثير من الرؤساء الحاليين والسابقين، وأعيد ترشيح أحد الرؤساء في إفريقيا مرتين نكاية في الجنية الدولية من الناس اختارته في الله. هذا الخضوع وهذا الخنوع انتهى. اليوم يوم جديد، ليبيا حرة لكل الليبيين، وهذه نستبشر بها كل الليبيين. والتحدي هذا أمام كل الأطراف، كل الناس تتقدم للترشيح. وأنا أيضا هنا أشير بأن التحفظ على بعض الأشخاص سواء المشري أو دبيبة أو عدم إعطائهم فرصة، يجب إعطاء فرصة لكل ليبي يريد أن يترشح طالما الأمر ترك الليبيين. هذه معركة هذا الموضوع سلمية في نهاية الأمر، وعلينا جميعا أن نقبل بهذا التحدي. قذاف الدم هو المفوضية العليا للانتخابات، متى نتوقع المفوضية أن تعلن بأنه تم قبول ترشح سيف الإسلام القذافي وشخصيات أخرى؟ بالأمس أعلن عن قبول ترشح شخص واحد، لم يعلن عن اسمه حتى الآن. هذا أمر طبعا المفوضية فيها ناس محترمة، ونحن قبلنا بهذا الرهان وقبلنا بهذا التحدي ونقبل بنتائجه غدا. ينجح من ينجح، يأتي من يأتي، وهذه الروح التي تسود الآن الشارع الليبي، رغم ما نسمعه الآن من حالة من البعض الأشخاص أو المحسوبين على بعض التيارات أو الذين لا أمل لهم في النجاح في هذا التحدي السلمي، ويريدون احتكام للسلاح كما كانوا في الماضي، وأيضا يخافون من الغد وخافون من ظهور الشمس في ليبيا. وهؤلاء لا قيمة لهم في الشارع الليبي، ولن يكون لهم صوت ولا ركح. البعض من المراقبين من خارج ليبيا على الأقل يعني تحدثوا عن الطريقة التي ظهر بها سيف الإسلام القذافي، تعودوا عليه أن يكون أكثر تحرراً في اللبس، في الحديث، في اللغة. إنما في هذه الحالة عندما ترشح عاد مرة أخرى ولبس ثوب القبيلة، هل هذا يعني أن القبيلة هي من ستقرر الآن وستدعمه حتى لو بدون برنامج انتخابي؟ نحن الليبيين عرب وبادية، نعتز بملابسنا ونعتز بتاريخنا وتراثنا، ونحن هذا ليس لأنه هو ذهب لسبها في هذا الجو وارتدى الملابس التي تليق بالمكان الذي ذهب إليه. أكيد غدا لو كان في واشنطن أو باريس أكيد قد يلتزم ملابس أخرى. سيف من هذا الجيل ولديه مشروع لهذا الجيل. سيف الإسلام هو صاحب مشروع ليبيا الغد، وكان يدافع عنهم، وكان يدافع عن كل هؤلاء، وأخرج كل هؤلاء من السجون، ورجل متسامح متسامي يسعى لأن يرى بلده في وضع أفضل دائما، ولا يحمل أي أحقاد، ولديه علاقات بكل هؤلاء الأشخاص الذين في فبراير، ويستطيع ولديه جميل عليهم وإن كانوا جاحدين. وبالتالي وهو يمثل ابن القذافي ويرى فيه الشعب الليبي بأنه رد اعتبار لمعمر قذافي الذي لم تسقطه ثورة كما جاء في تقريركم الذي أعد. يعني أنت ذكرت نقطة قد تكون مهمة وفاصلة. هذه ليبيا أسقط النظام، ألا أسقط النظام في ليبيا ليست ثورة، ألا يسقط في النظام في ليبيا حلف أطلسي. عشرات الآلاف من الصواريخ والأساطيل والجنود كيف تكون ثورة؟ ثورة مدعوم الغرب. هل من يتحالف مع عدو أجنبي ضد بلده هذا ثائر أو عميل؟ أرجو أن تصحوا المفاهيم. الآن كل شيء واضح، وشعبنا يعض أصابع الندم على ما حدث، وكلنا اليوم نبدأ صفحة جديدة. هذه أنا دائما أقول منذ 7 سنوات، لا سبتمبر ولا فبراير، هذه مرحلة نطويها من تاريخنا. اليوم فجر جديد يطل على الليبيين بالتسامح بالتسامي بالصلح، ويستطيع سيف أن يقوم بهذا الدور. شكرا جزيلا لك سيد. ونستطيع أن نسحب إلا وأيضا عفوا يا أختي، وأيضا التحدي ظاهر، أما ليش القلق والخوف هذا؟ سيف الإسلام كبقية الآخرين يتفضلوا، هذه الصناديق وهم يحتكمنا إلى ما يريدونهم. لا قلق من أحد، ويأتي من يأتي. أيوة السيد أحمد، أما المحاذير والعقوبات، لو دخلنا العقوبات هؤلاء كلهم حيكونوا خارج خارج ساحة المنافسة. الباقي كله شكرا جزيلا لك سيد أحمد قذاف الدم، وصلت الفكرة. ألف شكر لك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا.
وبعد قليل سنعرض عليكم صورا لصرواح والبيضاء والجوف حيث استهدفتها قوات التحالف، استهدفت الحوثيين في هذه المناطق خلال الساعات الماضية. هذه الشور طبعا نشرها التحالف لاستهداف الحوثيين بالجوف والصرواح والبيضة خلال 24 ساعة الماضية. ونتابع في نشرتنا من تونس حيث تظاهر عدد من المحتجين على استمرار التدابير الاستثنائية في البلاد، إلا أن أنصار النهضة حاولوا استغلالها واقتحام البرلمان، إلا أن قوات الأمن صدتهم وأعلنت الداخلية التونسية أنها تقلت عددا من الأشخاص كانوا يحملون السلاح الأبيض ويوزعون أموالا بحسب قولها. الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة في البلاد، وقال إن ريحا عاتية ستهب على من يحاولون ضرب الدولة ووحدتها. نحن هنا في الزهراء في الضاحية الجنوبية، ولكن هناك في أماكن أخرى البعض لا يزرع الأشجار ولكن يزرع للأسف بذور الفتنة. زرعهم سيكون كأعجاز نخل خاوية وقد بدأت تتآكل، بل تآكلت منذ أعوام، لأن السوس قد نخرها وستأتي على من يريدون ضرب الدولة التونسية ووحدتها وتحقيق أمال شعبها ريح عاتية ولن تترك منهم بقية باقية. أنا مع التظاهرات هذه، الناس تعبر على حقها، لأن معناها من ثورة من 11 جانفي هذه احنا التالي ليس القدام، يلزمنا معناها باش نتكلموا على حقنا باش تريق الدنيا. ضد التظاهرات وضد اللي يخلي طول البلاد تخدم، مصدق ربي مشات علينا النهضه وتحسنت الوضعيه شوي، تحس الروح ما تحسش بشوي بشوي، والخنار هذا واش باش يصلحوا؟ مش في ساعه في ساعه البلاد باش تصلح في نهار. التظاهرات لان الامور ماهيش واضحه، السيد الرئيس ماذا بينا يوضح لنا شنو هو البرنامج نتاعو عاجلا ام اجلا. حسب التظاهرات من بعد تولي سرقة وتولي عنف وكذا، والتظاهرات والله اللي يخرج يتظاهر كان ب50,000 ب100,000 وكذا، وقالوا له يجي الظهر معانا ونعطيكم 100,000، قلت لا. الظهر في حد ذاته هو تعطيل المصالح نتاع العباد، وفما عباد قاعدة الظهر مش عارف على شنو تتظاهر. التظاهر ولا مع المظاهرات ولا مع الأحزاب ولا مع حتى حزب، أنا توا مع المعيشة. من جهته عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن رفضه لعودة المجلس النيابي المجمد، داعيا إلى الإسراع في اتخاذ خطوة للأمام. وقال الطاهري إن أي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج على حد وصفه. وفي وقت سابق شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو حسب ما ذكر بيان الاتحاد. وأضاف البيان أن الاتصال بحث الوضع في تونس وشدد على أن مسار 25 يوليو فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل. وكان الرئيس التونسي اتخذ عدة قرارات في 25 من يوليو الماضي، منها إقالة الحكومة وتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
وينضم إلينا من تونس الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا دكتور خالد. والذي حصل اليوم من مظاهرات في الشارع، رأينا موقف الشارع التونسي منه، البعض مؤيد والبعض معارض، ليس بالضرورة أن يكونوا حزبيين أو تابعين لأي جهة، ولكن البعض يريد أن يعرف ماذا بعد، ما هي الخطوة القادمة لدى الرئيس، ويريد أن يحافظ على حقه الديمقراطي في حرية التعبير بغض النظر عن أولئك الذين يستغلون المظاهرات الذين وصفتهم وزارة الداخلية التونسية. ماذا بعد؟ فعلا تحياتي أستاذة. هو سؤال ماذا بعد سؤال جوهري ووجودي إن شاءنا في نهاية الأمر، بالنظر إلى أن السؤال الذي يطرح الآن ماذا يريد رئيس الجمهورية حقيقة، وعلامة إلى حد الآن هناك تمطيط كبير جدا في الوقت، إلى درجة أننا لاحظنا، سأعطيك مقارنة واضحة تماما، يوم وليلة 25 يوليو الفارط عندما وقف وقرر زعيم حركة النهضة الإخوانية السيد راشد الغنوشي وأمام البرلمان ودعا كل أنصاره إلى الالتحاق به، لم يلتحق به في نهاية الأمر إلا بضع عشرات فقط. الآن أمام البرلمان لاحظنا تجمهر للمئات، هذا دليل أن طيلة 100 يوم تقريبا هناك تطورات كبرى قد حدثت. فيما تتمثل؟ تتمثل في أن الغموض الذي لف طيلة هذه الفترة والضبابية التي اتسمت بها قرارات رئاسة الجمهورية هي التي أدت للطرف الآخر كي يسترد ثقته في نفسه ويعيد المبادر إليه بطريقة أو بأخرى، وبالتالي المبادر التي أعادها لنفسه هذا الطرف الآخر أصبح من خلاله يشكك في جدوى أو يشكك في يوم 25 جويلية، ويريد أن يعطي انطباع للتونسيين وللعالم وكأن ما حدث في 25 جويلية ليس حركة حقيقية ضد حركة النهضة الإسلامية ومن والاها. ولهذا السبب ذكرت لك أن السؤال هو هام جدا، فعلى رئيس الجمهورية الآن وتحديدا أن ينتبه إلى أنه ما دام لم يتمكن إلى حد الآن من أن يشرك ويحدث نوعا من الجبهة التي تتحالف معه مكونة من بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الفاعلة جماهيريا، فإنه لا يمكنه أن يشق طريقه لوحده، وإن أراد أن يشق طريقه لوحده فإنه سيجد كل هذه الجبهة التي تناهضه موحدة ولديها الكثير من الضغط والدعاية، وهي تستغل ثغرات رئيس الجمهورية وبعض الأخطاء التي والجبهات الأخرى لو كان ضده. قرارها النهائي والحاسم أنه ما تكون مع هذه الجبهة الرافضة تماما لقرارات الرئيس أو مع النهضة أو من لف لفهم، بالتأكيد تبقى واقفة تنتظر ما الذي يمكن أن يحدثه الرئيس دون اتخاذ موقف. وهنا علينا أن نذكر موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين الرئيس قيس سعيد وسيد الطبوبي. السؤال يعني لماذا لا يستغل الرئيس هذا الدعم الشعبي له اللي ما زال قائم حتى الآن، ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه قال عبر بصراحة بأنه لا يريد لا يرغب ولا يشجع عودة البرلمان المجمد، لا يستغله من أجل الانتقال إلى الصفحة الثانية. هو فعلا سؤالك هام جدا، لماذا رئيس الجمهورية لا يريد أن يغتنم أولا مساندة الاتحاد له ولحراك 25 جويلية، لماذا لا يريد أن يغتنم التعزيز أو شئنا الجماهيرية التي تحيط حوله منذ 25 يوليو إلى حد الآن، لماذا لا يريد أن يستغلها ويمضي قدما، لماذا هو بقي تقريبا في مكانه باستثناء بعض الإجراءات من هنا وهناك، لماذا لم يرى التونسيون إجراءات حقيقية على أرض الواقع في مكافحة الفساد، ولماذا لا يريد أن يكسب إلى صف الاتحاد العام التونسي للشغل برغم من كل التقديمات ومن كل إنشائنا الرسائل التي بعثها الاتحاد علنا وسرا من أجل أن يضع اليد في اليد مع رئاسة الجمهورية ومع باقي أطراف أخرى؟ هذا سؤال لا يمكن أن نطرحه إلا على الرئيس قيس سعيد، هو وحده يفهم ويدرك لماذا اللي هو على هذه الشاكلة، ولماذا لم يتقدم قدما من أجل إنهاء هذه الضبابية وهذا الغموض والمضي قدما، لأن
الجماهيرية التي ربما يظن رئيس الجمهورية أنها لديه هي جماهيرية تتآكل يوما فيوما. صحيح. والشعب التونسي مثل باقي الشعوب المتوسطية شعب مزاجي، هذا أولا. وثانيا والأهم من كل ذلك، المعيار الوحيد أو المحدد الوحيد في كل ما يحدث الآن هو الوضع الاقتصادي وأظنك المعيشي. إذا ما تحسنت المقدرة الشرائية للتونسيين فإنهم سيبقون يساندون رئيس الجمهورية، وإن لم تتحسن هذه المقدرة الشرائية فإن أذانهم ستصبح صاغية لكل من يعارض رئيس الجمهورية ولكل من يستغل هفوات رئاسة الجمهورية. وبالتالي هنا هون ممكن لا سمح الله أو ربما هناك يفوز جناح المستنصرين بالخارج كما وصفهم الاتحاد العام التونسي للشغل، وهؤلاء حذر منهم أكثر من مرة الرئيس أيضا. دكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، ألف شكر لك على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. حركة النهضة ومن ورائها أو جدارها هذا مواطنون ضد الانقلاب يدبرون شيئا ما، أو ربما سيقودون إلى مصادمة مع قوات الأمن التونسي، ربما لوجود ضحايا معينين مثل ما حاولوا في عقارب حتى تظهر السلطة وكأنها سلطة قمعية. عادت اليوم إلى الشارع من أجل إعادة المربع الأول هو الاستقطاب الثنائي في الشارع، وهذا في الحقيقة في هذه المرحلة خطير جدا، لأنه استغلال الاحتياجات الاجتماعية في هذه المرحلة والشارع الغاضب أصلا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمالة هذا الشارع إلى صالحهم قد يؤدي ربما إلى انزلاقات خطيرة. هو حق دستوري، من حق التونسيين بعد 2011 أن يتظاهروا في الإطار المدني والسلمي، لكن موضوع وجدول أعمال هذا التظاهر يجب أن نتحدث فيه، لأن هناك الكثير ما يقال حول ما حصل اليوم في تونس. تظاهرة اليوم أثبتت أن من يدعون أن هنالك انقلاب في تونس سقطت بادعاءاتهم بخروجهم، خرجوا لم يعترض عليهم أحد، مارسوا حريتهم، شتموا، هتفوا وغادروا بكل حرية وبكل ديمقراطية، وهذا يفند كل ما يدعونه بأن هنالك انقلاب في تونس. نشرتنا مستمرة وفيها الأمم المتحدة تؤكد عمليات بيع الأطفال في أفغانستان بسبب الأزمة الاقتصادية. أهلا بكم معنا من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته ميليشيا الحوثي، وكشف التحالف عن إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي عشوائيا. وقال التحالف إن الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية. إلى السودان، حيث تعهد المجلس السيادي الانتقال الجديد في أول اجتماع له بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة القادمة، كما تعهد بإدارة البلاد بشكل أفضل يرضي الشعب. جاء ذلك خلال انعقاد المجلس بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، حيث تعهد الأعضاء بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني. أكدت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية أن الطيارين الأمريكيين سيواصلون التمركز في المنطقة على الرغم مما يعتبره المراقبون أن المنافسة مع الصين وروسيا هي التحدي الأكبر لواشنطن حاليا. وقال الليفتنانت جنرال غريغوري جيلوت قائد القوات الأمريكية الجوية في الشرق الأوسط إن الوجود الأمريكي يمكن تعديله بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس الماضي، إلا أنه أوضح أنه لا انسحاب كامل من المنطقة. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إنها وثقت تقارير عن حالات لبيع أطفال في أفغانستان خلال الأعوام الماضية، كما أشارت المنظمة في تقرير لها إلى زيادة في حالات زواج القُصّر في أفغانستان. أطفال للبيع في أفغانستان بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والسبب الفقر وصعوبة الأحوال المعيشية هناك. منظمة يونيسف أعلنت أنها تلقت تقارير عن 10 حالات لبيع أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في ولايتي هيرات وبادغيس خلال الأعوام الماضية، وأضافت أن بعض العائلات الأفغانية باعت بناتها البالغات من العمر أقل من شهر. كما أشار تقرير يونيسف إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية وتفشي جائحة كورونا من العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع المعيشي في أفغانستان،
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن الإتجار بالأطفال في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، منها صحيفة جمهور إسلامي الإيرانية التي كشف تقرير لها أوائل الشهر الماضي أن الأولاد يتم بيعهم مقابل 200 دولار والفتيات مقابل 120 دولاراً. وبحسب أرقام الأمم المتحدة يعاني نصف الأطفال في أفغانستان دون سن الخامسة من سوء التغذية، كما يعاني نحو ثلث السكان من شكل من أشكال نقص الغذاء أو انعدام الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن ملايين الأشخاص هناك سيواجهون قريبا المجاعة مع استمرار هذا الوضع ودخول فصل الشتاء. استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة الواشنطن بوست يظهر تراجع نسبة تأييد بايدن إلى مستوى غير مسبوق. بحسب الاستطلاع فإن 4 من أصل كل 10 ديمقراطيين فقط يدعمون الرئيس بايدن، وذلك رغم تمرير حزمة البنية التحتية البالغ قيمتها 1.2 تريليون دولار. الاستطلاع أشار إلى ارتفاع ميزة الجمهوري إلى 51% مقابل 41% للديمقراطيين، وهي نسبة تاريخية. وبحسب الاستطلاع فإن 70% قيموا الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي، فيما قال 37 إنه في حالة سيئة جدا. 6 من كل 10 أشخاص يقولون إن بايدن لم ينجز الكثير بعد 10 شهور على دخول البيت الأبيض كرئيس. وتراجعت شعبية بايدن في قاعدته بشكل خطير، 4 من أصل 10 ديمقراطيين يوافقون على أداء الرئيس بايدن اليوم. ونشرتنا مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. سيول تقتل 3 جنوبية مصر و500 مصاب بلدغات عقارب بالمستشفى. أؤمن بالحق وأنت خير الفاتحين. بعد سنوات من التخفي، سيف الإسلام القذافي يعود للواجهة ويترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا. تظاهرات ضد استمرار التدابير الاستثنائية في تونس، واتحاد الشغل يرفض عودة البرلمان المجمد. في أول اجتماع له مجلس السيادة الجديد في السودان يتعهد بحكم أفضل وحكومة مدنية خلال أيام. وفي خطوة مفاجئة، روسيا ترسخ نفوذها شمال سوريا بنشر منظومة دفاع جوي S-300 وتستقدم تعزيزات. أهلا بكم معنا من جديد. بينما تؤكد الولايات المتحدة على إبقاء وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، تكثف روسيا من خطواتها العسكرية في المنطقة ذاتها، مستغلة القواعد العسكرية التي كانت قد انسحبت منها القوات الأمريكية قبل الاجتياح التركي الأخير ضد الأكراد في عام 2019. القوات الروسية قامت بنشر منظومة دفاع جوي متطورة من طراز S-300 في مطار الطبقة بمحافظة الرقة، وذلك في إطار التحركات المكثفة للروس في منطقة شمال شرق سوريا واستخدام تعزيزات عسكرية كبيرة على مدار الأيام الفائتة. الخطوة الروسية هذه كانت مفاجئة لسببين. الأول هو أن موسكو تنشر لأول مرة هكذا منظومات متطورة في مواقع تنتشر فيها القوات الكردية في مناطق أيضا خارج سيطرة النظام، بعد أن نشرتها سابقا في كل من مطار القامشلي ودير الزور، القسم الواقع تحت سيطرة النظام طبعا. أما السبب الثاني فهو اختيار روسيا لمطار الطبقة لنشر منظومة S-300 الجوية الصاروخية، كون المطار كان قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا قبل الانسحاب منها في 2019. وعلى ذكر هذه المنظومة، إليكم بعض المعلومات عنها والتي تبين سبب إثارتها مخاوف القوات الأمريكية. يمكن لمنظومة S-300 الصاروخية أن تتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت، حتى مسافة 250 كيلومترا في وقت واحد، إضافة إلى أنها تحوي رادارا بعيد المدى لاكتشاف الأهداف المعادية، وعربة قيادة تقوم بتحليل البيانات وتشوش على المهاجمين، وست عربات تعمل كمنصات إطلاق للصواريخ. كل عربة تحمل 6 صواريخ ورادار قصير المدى يقوم بتتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ نحوها.
ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي يفغيني سيدروف. أهلا بك معنا سيد سيدروف. ويبدو أنه يعني المكان الذي تم نشر الصواريخ S-300 الروسية فيه هو الذي كان يعني مثير للاستغراب في مناطق شمال شرق سوريا، مناطق الأكراد التي عرف منذ بداية الأزمة في سوريا على أنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر. نعم هذا صحيح، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن روسيا الآن تتحرك بهذه الطريقة وتسعى للسيطرة على شمال شرق سوريا، ولكن هذا الهدف يبدو أنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل غيرها. وحتى الآن كما هو معروف التفاهمات مع واشنطن كانت تخص فقط تجنب تصادم سواء في الجو أو في البر في الأراضي السورية. الآن بات واضحا أنه لابد من توسيع يعني مجال التفاهمات الروسية الأمريكية، وهذا ما كان يهدف إليه كما يبدو لقاء القمة الروسي الأمريكي الذي كان في أعقابه أو قد تم في أعقابه سلسلة من الإجراءات عبر القنوات الاستخباراتية واللبنية. يكفي أن نذكر مثلا زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركز روسيا مؤخرا، ولا شك أن إلى جانب طبعا أمور أخرى كان التركيز على الوضع في سوريا ومحاولة البلدين التوصل إلى تفاهم ما بشأن مستقبل التطورات في هذه المنطقة، والتي يبدو أنها ستتحول مع مرور وقت إلى منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الحكومي أو الجيش النظام السوري بوساطة روسية. هل في أي تنسيق مع الأتراك أيضاً بهذا الشأن؟ لا شك أن هناك تنسيق مع الأكراد، والدليل على ذلك أيضاً ليس الأكراد، مع تركيا. عفواً مع تركيا. مع تركيا نعم. طبعاً التنسيق مع تركيا ما زال قائماً ويتطور، ولكن طبعاً مشكلة قسد قوات سوريا الديمقراطية تعرقل ربما تطوير الاتصالات التركية الروسية، لأن هناك عدد من الأمور التي ما زالت غير محلولة حتى الآن، ومنها طبيعة التحركات التركية في المستقبل. حتى الآن التنسيق الروسي التركي كان يقوم على عدد من التفاهمات، ومنها ما يجمع بين البلدين مثلا تأييدهما لوحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا، وهذا ما دل عليه لقاء القمة بين بوتين وأردوغان منذ سنتين. أنا ذلك كان واضحا أن هذه التفاهمات غير كافية، ولابد من ربما ممارسة الضغوط الروسية على تركيا لجعل تخفف لهجتها فيما يتعلق شن عملية عسكرية في هذه المنطقة القريبة من الحدود التركية. الصوت يتقطع يفغيني سيدروف، ألف شكر لك على المشاركة معنا. الحقيقة أنا حاولت أفهم كيف تنسق روسيا بين الأكراد والأتراك والولايات المتحدة الأمريكية والنظام السوري معا، يعني شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. تسببت أمطار غزيرة نجم عنها سيول جارفة بمحافظة أسوان جنوب مصر بمقتل 3 أشخاص على الأقل، كما تم نقل أكثر من 500 شخص إلى المستشفيات بسبب تعرضهم إلى لدغات عقارب التي دفعتها السيول للخروج من مخابئها وهجمت العديد من المنازل، فيما علقت السلطات المحلية الدراسة. ومن السيول إلى البراكين، معنا من جزيرة لا بالما وتحديدا من أمام الحمم البركانية موفد العربية ليث بزاري. ليث أهلا بك معنا، ودعنا في صورة المكان اللي أنت موجود فيه وما الذي تحمله بيدك.
نعم منتهى، وصلنا وبشكل حصري قبل قليل بعد جهد جهيد إلى هذه الحمم التي تتدفق من بركان لا بالما من أعلى هذا الجبل المسمى كومبري فييخا. تبدو باردة منتهى، لكنها شقت أنفاق على شكل أنهر بركانية تتدفق أسفلها وتتجاوز حرارتها 500 درجة مئوية، وهذا يعني أن عند انتهاء ثوران البركان سوف يكون من الممكن المشي في طرق على شكل خنادق داخل هذه الحمم. يعني ضربت عدة هزات أرضية جزيرة لا بالما منذ صباح اليوم، ولا يظهر بركان كومبري فييخا الذي اندلع في 19 من سبتمبر أي علامات على إنهاء نشاطه، ما يفسر الانفجارات المستمرة. وتشير البيانات الواردة من وزارة التحول البيئي الإسباني طبعا إلى جودة الهواء، إلى أن جودة الهواء في البيئة الأقرب إلى البركان يعني هون تكون غير مناسبة بسبب قوة تركيز الجزيئات التي تقل عن 10 ميكرون، وهي خطرة على الحياة البشرية. وأفاد عالم البركان الإسباني فيسنتي سولير أن العمود البركاني في لا بالما كان قويا فجر اليوم مع سرعة رياح، ما أدى إلى انبعاث الغازات والرماد بكثافة باتجاه منطقة لامانشاس جنوبا هنا في جزر الكناري، وما أدى أيضا إلى حدوث فيضانات أو فيضان غمر جبل تودوكي المحاذي لفوهة البركان. يعني تسببت الحمم البركانية التي تتلوها أعاصير بركانية منتهى أو بركانية جوية حتى إلى عدم استقرار في الغلاف الجوي في المنطقة. تم الكشف اليوم عن خلل حراري كبير في نوعية وجودة الأكسجين في جزر الكناري، كما سجلت لا بالما في الساعات الأخيرة أحد أكبر الزلازل منذ بداية ثوران البركان، حيث بلغت قوته 5 درجات على الجانب طبعا على مقياس ريختر على الجانب الشرقي من الجزيرة، وشعرت به أيضا جزر أخرى مجاورة. ونظرا لارتفاع حدة التفجيرات المسجلة في لا بالما، أشار المعهد الجيولوجي أو الجغرافي الوطني IGNE أنه تم تصنيف البركان في المستوى 2 طبعا بركان كومبري فييخا ضمن مؤشر الانفجارات البركانية الذي يعتمد على أحدث نشاط له. ليث بزاري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ألف شكر. قالت الشرطة البولندية إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات على الحدود مع بيلاروسيا ودخلت البلاد في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين على خلفية أزمة المهاجرين المستمرة منذ أكثر من أسبوع. لا تزال نيران أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية مشتعلة، فيما يحاصر البرد آلاف الأشخاص الذين يأملون بدخول الاتحاد الأوروبي عن طريق بولندا في ظروف إنسانية صعبة. هناك حوالي 2000 شخص من مختلف البلدان والجنسيات هنا، الوضع صعب، الناس عازمون على دخول دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي لم يسمح لهم بالدخول بسبب ظروف مختلفة. شرطة مدينة بودلاسكا البولندية أعلنت اقتحام حوالي 50 شخصا للأراضي البولندية، مشيرة إلى أنها اعتقلتهم جميعا. وأضافت الشرطة أنها تعرضت لهجوم خلال محاولة للتوغل عبر الحدود، وبحسب حرس الحدود البولندي تم تسجيل 223 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتدبير أزمة المهاجرين لاستخدامها كورقة ضغط على دول الاتحاد بعد فرضها للعقوبات على مينسك، إلا أن بيلاروسيا تستمر بنفي هذه الاتهامات ملقية باللوم على الغرب، فيما تحذر بعض الدول في المنطقة من أن الأزمة قد تتصاعد إلى صراع عسكري. إنسانياً، أشارت وكالات إغاثية إلى أن 10 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم، محذرة من تفاقم الأزمة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ووجود أكثر من 2000 شخص بينهم نساء وأطفال على الحدود. من جهتها، قدمت السلطات في بيلاروسيا مساعدات للمهاجرين تشمل الخيام والمدافئ، وهي خطوة من الممكن أن تجعل المخيم على الحدود شبه دائم. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا،
ويرى مراقبون أن المحاولات البولندية لحماية حدود وارسو واستمرار الاتهامات السياسية تنبئ بتطورات خطيرة في القارة الأوروبية دون استبعاد المواجهة العسكرية. نور الحصني، العربية. وفي لندن تواصل المحكمة الشعبية الدولية الخاصة باحتجاجات نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين الإيرانيين، تواصل الاستماع إلى الشهادات المقدمة. في الجلسة الرابعة للمحكمة قالت شاهدة، وهي شقيقة أحد ضحايا تلك الاحتجاجات، إن عناصر الأمن الذين قتلوا شقيقها في مظاهرات 2019 طلبوا أموالا مقابل تسليم الجثة إلى الأسرة. وأضافت أن الجهات القضائية التي كان يترأسها آنذاك الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي لم تتابع شكواهم، بل تعرضوا للتهديد أيضا في حال إجراء أي مقابلات مع وسائل الإعلام أو الكشف عن الموضوع. بدوره قال شاهد، تعرض لرصاص قوات الأمن الإيرانية إن الضابط الذي أطلق النار على ساقه في وضح النهار أطلق النار على متظاهر آخر في صدره، مؤكدا أنه وخوفا من التصفية خضع لعمل جراحي في المنزل بعد موافقة أحد الأطباء على علاجه. أما الناشطة فاطمة خوشرو التي اعتقلت في احتجاجات نوفمبر 2019 فقالت خلال شهادتها إن عناصر الأمن نقلوها إلى مكان مجهول ثم حاولوا التحرش بها، ما دفعها إلى تقديم اعترافات مزيفة. المحكمة الشعبية ستستمع إلى عشرات الشهادات ضد أكثر من 100 من مسؤولي إيران على رأسهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي بتهم إصدارهم لأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين في نوفمبر من عام 2019. بهدف تحقيق رقم قياسي عالمي لأكبر أوركسترا في العالم، أدى حوالي 12 ألف موسيقي فنزويلي من كل أنحاء البلاد مقطوعة مارشسلاف لتشايكوفسكي في العاصمة كاراكاس، وامتدت الحفلة الموسيقية إلى مدة 12 دقيقة، كما اقتصر الحضور على جمهور محدود و260 مراقبا مكلف بالتأكد من احترام الشروط المطلوبة لمصادقة الرقم القياسي، على أن تعلن النتيجة في الأيام المقبلة. ونهاية نشرة المساء بالعناوين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بعد سنوات من التخفي، سيف الإسلام القذافي يعود للواجهة ويترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا. تظاهرات ضد استمرار التدابير الاستثنائية في تونس، واتحاد الشغل يرفض عودة البرلمان المجمد. في أول اجتماع له مجلس السيادة الجديد في السودان يتعهد بحكم أفضل وحكومة مدنية خلال أيام. في خطوة مفاجئة، روسيا ترسخ نفوذها شمال سوريا بنشر منظومة دفاع جوي من طراز S-300 وتستخدم تعزيزات. نشرة المساء انتهت لهذه الليلة. المزيد من الأخبار بتفاصيلها وعناوينها مع طاهر بركة في العربية الليلة. إليك طاهر. شكرا جزيلا لك يا منتهى. مشاهدينا الكرام، سنلقاكم في العربية الليلة. طبعا نفتح ملفاتنا بليبيا ثم تونس، ولدينا واقع معزز عن روبوتات الحشرات. ابقوا معنا.